نجلاء فتحي في السينما ايه؟ طبعا هو استمرار للنجاح، احب ان انا اكون دايما ناجحه، لان النجاح شيء جميل وعظيم، ان اكون بادي رساله لها معنى، اني اكون راضيه عن نفسي حقيقي. اصل اكتر شيء يألمك انك تعمل حاجه وانت مش راضي عن نفسك، وبعدين بالتالي اقرب الناس ليك بنتي، اخواتي، اهلي، خلاني، عمامي، كل شيء، ثقتهم الكبيره فيا واستقبالهم الحلو ليا. هل انا جديره بيه؟ هل انا استحقه؟ هل انا هقدر اكمله؟ بحب ده. بتيجي نركب مركب؟ مركب؟ انت ولا انا هغني ولا انت هنغني، بس هنكمل دردشه في المركب بقى. انت عندك رغبه تركب مركب؟